مشاهدون قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. هذا الشاب الإخوان يدعي بأنه تابعه مافيا من الرحمة وبغاو يصفيو عليه، كيقول بأنه طموبيلات كيقلبوا عليه من منطقة الرحمة، توارق يونداي، طموبيلات كحلين، مرسيدس، يعني طموبيلات عامرين بنادم وملتمين على حد القول ديالو. غادي نخليكم معاه لانه بغى يناشد العناصر الامنيه باش يوفروا ليه الحمايه، لان الحياه ديالو في خطر على حساب ما كيقول. خويا السلام عليكم، حاول تشرح لي شنو واقع لك بالضبط. خويا السلام عليكم. خويا انا كنتبع واحد العصابه تاجر في المخدرات. كيفاش كتبع؟ كتبعني تبعني داك النهار، دابا شي يومين تبعاتني وهربت ليهم والغد تبعوني في احد الدار. اه شمن المنطقه؟ منطقه الرحمه. وهربت ليهم الغد لين جاو كيسولوا عليا الدراري. وانا بغيت نطالب الامن، رجال الامن والسي الحموشي والسي الوردي يدير شي تدخل كبير. انا خايف، وليت خايف على راسي وخايف على والديا. واخا كيجيو لك طوموبيلات شنو؟ كيجوني بطوموبيلات، مرة توارك مرة مرسيدس. وهيونداي قلت لي؟ هيونداي اللي تشدت فيها. هيونداي هي اللي شدوك ولا شنو؟ لا هيونداي اللي تشدت فيها، تشد فيها الاخر. يعني كيجيوك طوموبيلات فاخرة كيتباعو. ملتمين. شنو بينك وبينهم انت؟ ما بينو والو. وانا كنطلب. كيعرفهم ما كيعرفوك؟ ما كيعرفوني ما كيعرفوني. انا كنطلب من رجال الامن عندي اسرار بغا نعاودو ليهم هما. سي الحموش شي عند البوليس ولا باقي؟ باقي. انا جاني اتصال قالوا لي انا من الولايه جي عندي الطرب اللي في الولفه، ما قديش نمشي، خفت منه ما قديش نمشي. قالوا لي انا من الولايه. دابا كتهضر معايا ومخلوع كترعب، علاش خويا؟ راه في اي لحظه يوقفوا عليه. البوليس خايف اي لحظه يقدر، اي لحظه يوقف. انا الدار مابقاش كنبات فيها دابا السيمانه. داركم هربان منه؟ السيمانه كنمشي للدار نبدل ونخرج. شنو بغا يكونوا هاد الاشخاص؟ شنو كيديروا زعما؟ هادو عصابه كيتاجر في المخدرات. وشنو وصلك ليهم؟ ما بينو وبينهم والو. انا الاسرار ما نقيتش نعاودهم هنا، خاصني نعاودهم امن الوطن والسي الحموش والسي الوردي. كنشوف الدم في عينك وعينك غاغره، علاش؟ كنشوف التعدو. خايف على راسك؟ خايف على راسي وخايف على والديه. والديك ناس كبار؟ بقات عند امي الله يرحم. خايف على امك دابا؟ كيتبعوك طوموبيلات؟ طوموبيلات داك النهار هربت منهم بز. كيفاش هربتي؟ اشرح لي، قول لي شنو هربت منهم. كانوا شابعين دفعتنا واحد الزريبه دخلت ليه. كيفاش تبعوك؟ اشرح لي بالضبط باش الناس يعيشوا معاك هادشي. اشرح لي اخويا. شبعوني في طوموبيل كحله. دخلت لهم واحد الزنقيله هرباتني منه، كون شدوني كنقتلوني. شحال بيهم هما؟ واحد صايق واحد دريه وثلاثة الله. كلهم ملتمين؟ كلهم ملتمين. ما بينك وبينهم والو؟ ما بيني وبينهم حتى حاجة. أنا كنطلب، أنا عندي أسرار بغنطلب رجال الأمن نقولوا ليهم، ما بقيتش نقولها دابا هنا. يعني بغيتي الأمن ياخذوا بيدي؟ وليتي خايف على راسك؟ وليت خايف على راسي وخايف على والدي. لا حول ولا قوة. يعني دابا في أي لحظة كنت تقرر؟ في أي لحظة يوقفوا عليا دابا. كتعرفهم في وجههم؟ لا. طوموبيلات كي دايرين؟ وحده النوع توارق، وحده مرسيدس. البارح عاد جاو سولوا عليا الدراري. كيجيو كيسولوك، عرفتي ما تخاف ما والو، شوف ما تخاف ما حتى شي حاجه، كاين الامن في البلاد، ما تخاف ما والو، ما تخافش، عرفتي شويه. طوموبيلات كبار. الصباح انا خرجت مشيت عند الدراري الدرب، قال لي شوف كيقلبوا عليك. ولا نتخلع ولا نمشي ولا نحيد من الرحم. دابا هادشي واقع لك في الرحمه. ما كتعرفهم ما كيعرفوك؟ كنعرفهم ما كيعرفوني. الاسرار ديالي بغا نقولهم لرجال الامن. واش هادو صفاره شنو كيديروا؟ هادو عصابه التجاره في المخدرات. وبغاوك انت؟ شنو واش كيتحلفوا عليك شنو؟ كيهدوني غيشدوني غيقتلوني. بغاو يصفيوا عليك؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
شنو رسالتك اخويا اليوم لرجال الامن؟ شنو تبغى تقول لهم؟ انا كن طالب من السي الحموشي والسي الوردي ورجال الامن يدير شي تدخل كبير. خايف على حياتك؟ خايف على حياتي وخايف على حياه والدي. الاسرار ديالهم ما خاصنيش نقولهم هنا، خاصني نقولهم رجال الامن. بحالاش الاسرار؟ شي حاجه خطيره؟ اه شي حاجه خطيره. بحالاش؟ ما نقدش نقولوا. لا حول ولا قوه. نقولوا رجال الامن. وانا قبيله جاني اتصال قالوا لي انا من الولايه. وما قديش نمشي حيت خبت اللي يكونوا هما. وليت في التليفون كاع. يعني ما بقيتيش تايق دابا؟ ما بقيت تايق. وانت كيفاش عرفتي هاد التجار المخدرات؟ كيفاش عرفتي؟ حيت كانوا ملتمين كون ما كانتش كون كان لا زعما شنو اللي خلاك تعرف هاد الناس هاد؟ يعني تتعرف عليهم ويجيو يتبعوك شنو؟ لا ما خاصنيش نقولوا دابا، خاصني نقولوا من رجال الامن. يعني كاينه شي حاجه؟ كاينه شي حاجه. دابا اللي قلتو في اللايف غايجيو يديون يقتلوهم. لهاد الدرجه؟ اه. واش خطر هاد الناس؟ خطر مافيا. مافيا كبيرة ماشي كاينة جوج ولا ثلاثة، راه مافيا كبيرة. عصابة. شحال بيهم تقريبا في كلشي شحال بيهم؟ عصابة بلا حساب، داكشي بلا حساب. والديك في خبارهم هادشي؟ عائلتك؟ اه في خبارهم. شنو كتقول لأمك في هادشي؟ كتقول لي وليدي جيب ما تباش في الدار اللي يقدروا يجيو يديوك من هنا. قال لي عصابة خطيرة بزاف. يجيو يخطفوك من الدار؟ اه. انت اش كتقول؟ كندوي بالصعم كنتفلاش. البارح عاد جاو سولوا عليا الدراري. البارح جاو سولوا في دربكم؟ اه. دابا يخليوني انا يتقدموا رجال الامن ويخليوني انا وشي يسولوا شي يسول الدرب عندنا. يعني دابا داركم ما بقيتش قادر ترجع؟ كنمشي نبدل وكنرجع. كنخوي من مدينه الرحمه. كتمشي وكترجع ما كتسالش؟ اه دابا ما بقيتش قادر تمشي عند الدراري المدينة الرحمة مابقاش كنقاد نمشي لها. يعني تبان في الرحمة يقرقبوا عليك. اه. وليت خايف من كل شيء. يعني داكشي اللي عندك ما قدرتيش تقوله هنا في؟ لا. شي حاجة كبيرة ولا شنو؟ شي حاجة كبيرة. الله يدير شي تاويل ديال الخير. فهاد الشخص الإخوان كيدعي بأن مافيا من الرحمة كتبعو، بغاو يصفيوها ليه، وخرج عبر قناته في تيفي قناة الشعب، بغا يوصل الصوت ديالو لرجال الامن باش يوفروا ليه الحمايه، لانه قالك عنده شي حاجه كبيره بغا يعاودها لهم، ما قدرش على انه يعاودها في هذا البث المباشر. نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. ما بغاش يعطينا راس الخيط، ما عرفناش علاش تابعينه وشنو واقع معاهم. يعني قالك عنده تفاصيل بغا يعاودهم لرجال الامن، واتصلوا به شي وحدين قالوا لي حنا راه من ولايه امن مدينه الدار البيضاء. قالوا ليه جي حدا واحد المقهى ديال الطرب، وما قدرش يمشي لعندهم لانه خاف يكون كمين من هذوك الاشخاص اللي تابعينه. الله يدير شي تاويل ديال الخير. غادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر. نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. تبقاو على خير.